من الفوائد أن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الله عز وجل عالم بكل شيء، عالم بالشيء قبل أن يكون، فالله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، وقد أحاط علمه بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلماذا أتت هذه الكلمة إلا لنعلم؟ وهذا يأتي كثيرا. قال عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فكيف توجه مثل هذه الآيات؟ الله عز وجل عالم بما سيقع من هؤلاء، عالم جل وعلا بمن يتبع الرسول، وعالم بمن ينقلب على عقبيه فلا يتبع الرسول في هذه القبلة، هو عالم من حيث الأزل. فيكون هذا العلم يسمى عند العلماء بعلم الظهور، بعلم الظهور، لأنه فرق بين أن تعلم الشيء قبل وقوعه وأن تعلمه بعدما وقع، يعني علم ظهور، فليس هناك جهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو عالم جل وعلا بما سيحدث من هؤلاء، وعلم علم ظهور بما وقع لما وقع، أو وهو الأنسب والأحسن هو علم يترتب عليه جزاء. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مثل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، علم يترتب عليه جزاء وحساب، لأنه عز وجل أقام الحجج على عباده، ولذلك وكل شيء أحصيناه كتابا، مع أنه جل وعلا غير محتاج الكتابة من أجل إقامة الحجج. ولذلك في صحيح مسلم لما يقول العبد إن ملائكتك ظلموني، فيختم على فمه فتنطق جوارحه، إذن علم ماذا؟ علم يترتب عليه جزاء وحساب. بعض أهل العلم قال إن الفعل لنعلم من يتبع الرسول، قالوا ضمنا فعل آخر وهو فعل نميز، وبالفعل إلا لنعلم علم يترتب عليه جزاء وحساب. أيضا هذا العلم وهو الفعل متضمن ماذا؟ التمييز، يعني مع هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء والحساب هنا يتميز ماذا؟ من اتبع ممن لم يتبع.